اولا نبغي نشكر السي رضوان على هذه الاستضافه الكريمه، هذا المولود الجديد اللي هو جمعيه الهضبه الخضراء للانصار ومحبي فريق اولمبيك خريبكا، جاء انتاج واحد مجموعه من الحركات النضاليه اللي قام بها مجموعه من الجماهير وابتدأ مسار الفارطة، خاصة بعد النتائج المخيبة الأمان اللي كانت في الفريق واللي كانت عندها واحد ردة فعل اللي قوية من طرف جماهير الأندية احتجاجا على الآن إليه حال الفريق في السنة الأخيرة. وبالفعل كان من بين ردة الفعل أننا سبق استضافتنا كبعض محبي هذه الفريق أولمبيك خريبكا في راديو مارس، وكنا عبرنا عن الاحتجاج ديالنا والسخط ديالنا على الطريقة التي يسير بها الفريق. للأسف بقينا في الأخير بأننا كنا غير منظمين داخل واحد الإطار، ومن هنا جات الفكرة أننا ندير واحد الجمعية اللي غيكون منظمة داخل إطار قانوني، واللي غيكون الهدف ديالها الرئيسي هو تمثيل جميع شرائح الجمهور الخريبكي المحب لفريق أولمبيك خريبكا، ويكون هو يكون كجمعية ناطقة بلسان هذه الجماهير. هذا من جهة. من جهة أخرى كما يعلم الجميع بأن كفريق مشترك يعني العيب والعار انه ما تكونش عنده جمعية ديال المحبين. كان في الأول درنا واحد الجمعية ديال أوسي كافان، للأسف زاد المولود ميت نظرا للتدخلات، وكانوا بعض ضربات تحت حزام من طرف أعضاء المكتب المسير باش ما نقولش الجميع وبعض الناس المتداخلين في اللعبة. حنايا استفدنا من أخطاء الماضي وقلنا أن نأسسوا لابنة ديال جمعية قوية، جمعية تسير بطريقة احترافية، جمعية اللي غادي نحاولوا نوضعوا الهيكلة ديالها بطريقة تشاورية مع جميع الفاعلين الرياضيين داخل مدينة قليبكا. كنت تأسس أصلا جمعية الهضبة شحال هي؟ كانت كيف قلت لك شويه ويلا رجعت بالفعل، لانه كان جمع عام تاسيسي اللي كان وضع الثقه فيه عبد ربي ضعيف، وكان الجمع العام ارتأى انه يخول لي تاسيس مكتب للجمعيه، حنا كما قلنا كان الشعار ديالنا هو جمعيه تاسيس جمعيه متميزه، يعني الشعار ديالنا هو التميز. هاد التميز باش غادي يكون هو اشراك الجميع اتخاذ قرار. انا كرئيس لهاد الجمعيه ما بغيتش نشكل يعني مكتب من بالطريقه التقليديه اللي متعارف عليها في جميع الجمعيات، بالعكس من ذلك ضمن مجموعه من اللقاءات مع جميع الفصائل ديال الجمهور الاولمبي بما في ذلك جرين جوست، بعض الاخوان ديال النهضه، بعض الاخوان ديال الفريق ديال البيوت. كان الهدف من خلال هاد اللقاءات اللي درنا، وبعد بيان سور بعض الفاعلين الجمعيين خاصة في المجال الرياضي، كان الهدف من هذه اللقاءات هو أول هام أن نصنتوا هذه الناس للرؤية اللي كيشوفوا هذه الجمعية الجديدة، وكنصنتوا لهم حتى في المجال الاختصاص ديالهم، وإلا كانوا أعضاء في هذه الجمعية شنو هي القيمة المضافة لهذا الجمع، وشنو هو الانتظارات ديال الشارع من هاد الجمعية. دونك حنايا في الاجتماعات كنا مستمعين أكثر ما كنا متحدثين، كنا نصيتو إلى الجميع، نعطيو الكلمة للجميع بصفة تشاركية،
باش نعرفوا هاد الناس شنو هما انتظارات ديالهم، شنو هما التطلعات ديالهم. كما قلنا حنا استفدنا من الاخطاء ديال الماضي، بغيناش الاخطاء تتكرر، بغيناش تكون جمعيه منغلقه على الجميع، بالعكس بغينا تكون جمعيه اللي منفتحه على الجميع واللي كتصمت للجميع واللي كتمثل جميع الفئات ديال الجمهور. هذا هو الهدف الرئيسي، لأننا بغينا جمعية خليلية، بل نعاود نكررها، بغينا جمعية تسير بطريقة احترافية بما في الكلمة التضامنية. ولا أخفيك سرا أنني أنا طالب باحث في الاقتصاد الاجتماعي للتضامن، يعني عندي بعض عندي واحد الخبرة في التسيير الاحترافي للجمعيات، وغادي كنهل من هذا من هذا من هذا من هذا من الاقتصاد الاجتماعي للتضامن. لهذا غادي نحاول يعني بكل ما يتسمح لي ان هذاك الشيء اللي خديته نظريا نطبقه على ارض الواقع قدر المستطاع. كانت اولى الخطوات ان دزتو مع المكتب المسير جلسه ثلاثه منها ان انا تاخذوا الدخول بجد واش غادي يكونوا مبادرات بحال هكا واش الاداب ديال الدخول. لا بالفعل حنا الظرفيه اللي كيمر منها الفريق الاولمبيك في الكاي هي ظرفيه استثنائيه، يعني الاولمبيك في الكاي كنظن وصل الفريق المسؤول نتيجه لعده تراكمات، لان هذه النتائج مخيبه للامام هي نتيجه تراكمات واحد مع السياسات الفاشله اللي كانت داخل الاولمبيك في الكاي. وهذا يعني اصبح شيء معلوم للجميع. لهذا ارتئينا اننا نمدوا ايدينا عبادي للتحسن النية المكتب المسير، وبالفعل تم استضافتنا من طرف السيد رئيس بمعية السيد المكلف بالتواصل مع الجمهور بشخص السيد الدكتور السكري السيد نزار السكتاني، وكان لقاء بناء، كان لقاء تواصلي لاعلى اعلى مستوى، شهد الجميع باعتراف تحت الرئيس نفسه انه كان لقاء على مستوى كبير، وكان الحديث ذو سجال، واستطعنا انه نبلغوا باننا حنايا ما جينا كجمعيه الا باش نكونوا باش نحطوا اليد في اليد من اجل انقاذ الفريق، وان الوقت ديال التقييم ديال المحاسبة غادي يجي من بعد، انه دابا ماشي الظرفية لا تسمح لنا باننا نقف حجر عطرة واحد المسار اللي بناه ديجا المكتب المسلم. لهذا حنا يمشي البنية الصافية وبيد ممدودة للمكتب، وقلنا له بان حنا غادي نكونوا في الكتب نكونوا في جنبه، على اساس ان طلبنا منه انه يرفع واحد الشعار ديال التغيير، واحد الشعار ديال الاصلاح، واحد الشعار ديال اسقاط الفساد داخل اولمبيك افريكا. وهذا الشعار ما غاديش الناس غنبقاو ديما نطالبوا به. حنا قلنا ليه كابن بار ديال المدينه الا كان بغى يعني الدكتور السكري ولا الخطاب كنوجهوا ليه مره اخرى عبر هذا المنبر ديالنا، إذا أنا كنطلب منه أنه يحمل هذا الشعار ديال التغيير، إذا ديال المدينة يحمل هذا الشعار ديال الإصلاح، يحمل هذا الشعار ديال إسقاط الفساد، وحنا ما يمكننا جمعية إلا نكون الجانب ديالها اللي عندها هذا الشعار. وبالفعل كان لقاء بناء، كان لقاء يعني تواصلي، كانت فيه شفافية، فرشنا مجموعة من الأوراق، وتوصلنا معاه في الأخير. طلبنا منه باش يفتح الابواب بالمجال، لان الظرفيه عندنا صعيبه، الظرفيه كانت كتلزم تضافر جهود بين الجميع. ارتئينا انه كبادره تحسن النية انه يفتح الجماهير الخليجيه يعني الباب بالمجال. وحنا كجمعيه بالوسائل ديالنا المتواضعه حاولنا باش نعملوا واحد التعبئه داخل مدينه فريده عبر مكبرات الاصوات، ودخلنا بجميع الاروقه ديال الاحياء ديال مدينه فريده باش علمنا الجمهور باش يجي يساند الفريق ديالو. وبدات الجمهور حس بانه كاين واحد نفس جديد، وان كاين واحد رؤيه جديده، واستجاب الدعوه ديالنا، واستجاب الدعوه ديالنا. حنا معروفين داخل المدينه
معروفين بالنزاهه ديالنا والشفافيه ديالنا. وكيفاش الجمهور رغم تصاور الظروف الطبيعيه اللي كانت حيت كانت امطار كثيره، ايبورتون كان الجمهور حضر الجمهور وسامبو فاريك ديالو والله ما حشمناش وجاب الله هذوك الثلاث نقيطات. وكنظن اننا حطينا الخطيره الاولى على الطريق الصحيح. نتمنى يعني يبقى بحال هذه اللقاءات الحميميه تبقى تواصل، ولكن كما قلنا بمزيد من الشفافيه والموضوعيه في اتخاذ القرارات. شكرا لك حسن، نخليو شي كلمه تشرح للجمهور. كنت بغيت نرجع للاهداف ديال الجمعيه لانني سقطت سهوا مني. اهداف ديال الجمعيه معروفه، الجمعيه جاءت لمساعده الجماهير والتعبئه ديالها، جاءت لتنظيم لقاءات ومناظرات ثقافيه اللي غادي تكون في المجامع الريادي، جاءت لتسهل الماموريه على الجمهور الكريم لا في التنقل ولا في الخروج للملعب ولا في التسهيل يعني في اساليب توفير اساليب الراحه داخل الملعب وخارجه. هذا من جهه. اما بالنسبه للكلمه اللي كنبغي نوجه للجماهير المغربيه، انا كنقول لهم بان الظرفيه هي صعيبه. انا كمحبين وغايرين نهار الفريق كنتمناو ان الناس اللي كيبغيو يفرقوا في تونيليا انهم يرجعوا للميدان وانهم يلتحقوا بنا في الجمعيه، لانه باب الانخراط مفتوح للجميع. حنايا ما غادي نحرموا حتى شي واحد من الانخراط، مرحبا بالجميع. حنا كجمعيه كما قلنا جمعيه منفتحه على الجميع، والاراء ديال الشارع المغربي ديال الجماهير المغربيه باش نقدروا نزيدوا بهذه الجمعيه للامام. وكنشكر السير السي جواد على الاستضافه الكريمه، وكنتمنى التوفيق لا الجمعية ديالنا ولا الفريق الأولمبي خليفكا، لأنه لي سير أودومان إن شاء الله نحو الأمام ونحو مستقبل أفضل إن شاء الله.